اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني وماريه في بلاد الامريكان. عايزه اوريكم النهارده حاجات اللي بيجيبوها فتره الهولداي هنا في امريكا، او يعني ايه بيجيبوها كاعتبار هدايا. ده برضو من كاسكو، ده طقم التوزيع اللي هو الاورجنايزيشن بتاع المطبخ، ده $30 خشب بامبو. وده طبعا الفرن دي المرسكه دي غاليه قوي يا جماعه بره، هوريكم الطقم الثاني بتاعها. ده بتاع زي بتاع التقطيع كده، ده الاكس الاو اكس او، ده طقم بيحفظ الحاجه، ما بتغيرش الطعم، ما بتغيرش، ما بتكمكمش، ما بتبص من جوه. فالطقم ده بيتباع بره في حدود $150، موجود في كاسكو $60، وساعات بينزل عليه كوبون. انا جبت السنه اللي فاتت في البراك فرايداي واحد من وول مارت كان حلو قوي زي ده كده. دول السيتس فيه 6 ب $30، الثاني كان فيه 10 ب $30 ب $25، فعجبني السنه اللي فاتت، فده اللي هجيبه برده السنه دي. كنت جايبه منه 2، فطبعا قعدت اضرب نفسي طول السنه ان انا ما جبتش منه تاني، وادور عليه ما لقيتوش. الطقم ده برده حلو اللي بيحفظ اكل الثلاجه، ستورج للفود بيبقى حلو قوي. وبرده ده اللي كونتينر كبار للسرير نفس البراند اللي هي الاو اكس او، ده ب $20 برده. ده السنه دي الناس دي معرفش كانت مهبوله عليه ايه ويتكلموك، وانا عايزه العلبه اللي عليها هالو كيدي، معرفش ليه يعني، والله يا جماعه انا معرف. بس ده اللي انا بجيبه دايما، ده سواء البلاستيك او الازاز بتاعه البايركس، ده اللي بحفظ فيه الاكل بعد دوائي الاكل، لما يعني بنطبخ والكلام ده بنحط الاكل فيه ايام ما يعني ما كنت بطبخ، دلوقتي ما بطبخش يعني. وفي ده برده كونتينر ثانيه شكلها برده حلو، وفيه كونتينر دي مقاسات، ده كوبايه المعياريه دايما، لان ده وقت البيك عندهم، وقت الخبيز، فبتلاقي الحاجات دي موجوده. ده الستيل بتاعتها، ده انا دول برضو عندي، دول مجموعه دي حلوه قوي. وعندي الطقمين الشكلين بتاع السنه ده، كان السنه اللي فاتت نفس الشكل، واللي هو البلان اللي ما فيش فيه التعريجه دي برضو كان عندي. وجبت برضو المصافي دول اخيرا، حنيت على نفسي وجبت طقم مصافي شكلهم كيوت قوي في المطبخ يعني بصراحه. الصاجات دي انا بجيبها من ريستوران جيبو ارخص، الصاج ب $7 تقريبا، بس يعني اللي هو الهاف شيت، ده هاف شيت برضو، بس يعني بتاع ده مختلف. انا بجيب اللي هو زي بتاع المطاعم، ودي بتاعت الكيكه، انا قلنا ده موسم الخبيز عندهم، فبيبقى عندهم حاجات خبيز كتيره. وده زي ما انتم شايفين اللي هي حاجه المطبخ المساكه اللي بتمسك بيها الطبيخ وكده، ده حاجات بتتحط على بتنشف عليها الاطباق اللي بيسموها كيتشن دراي مات، وطبعا دي مناديل المطبخ او فوط المطبخ. وريكم برضو حاجه تانية من الحاجات اللي بتبقى موجوده ساعه الكريسماس ما بتجيش تاني، اللي هو طقم المرسك ده بتاع السيلفر وير، او اللي هو المعالق والشوك، ده بيبقى 65 قطعه، وده عليه كوبون، والله انا رايح اشتريه عشان هاني باي طلقني فيها رسمي. فده انا يعني ده انا كنت مستنياه، لان هو عليه $20. ده له الشكل اللي هو العادي البلين ده، وفي الشكل اللي هو مرسوم فيه رسمه، يعني واحد ساده اهو، في واحد فيه تعريجه. واصل هاني كان بيقول لي لا نجيب من امازون، لان امازون عملت تشكيله حلوه، بس لا ده شكل ده اقيم يعني وامتع. دي الشفاطات اللي طالعه موضه، ودي الكوبايات اللي بتاعت الساقع والسخن، دي حاجه عاديه يعني مش كريسماس قوي. طقم السكاكين ده برده لانه بيتعمل هدايا ومحطوط على كوبون، وطقم السكاكين ده برده ده اللي بيشوا عليه البانكيك وبابو الفرو، عشان دلوقتي موسم ابو الفرو، فهتلاقوا معرفش انتوا بتسموه ايه، فهو بيبقى عامل كده. وطبعا الكوبايات دي بتتباع بطريقه غريبه جدا، كوبايات القهوه زي ما انتم شايفين، والواين اوبنر اللي موجود هناك، الست بتاع الواين اوبنر ده موجود. الطاسات دي انا جبتها حلوه، اللي هي السيراميك، انا جبتها بس لسه ما فتحتهاش، اول ما افتحها هقول لكم ايه النظام عليها. طبعا دي الايرون دي حلوه ولازم نعتقها، بس يعني ايه لازم هيدك قوي على الفاضي بصراحه، يعني انا هم تقال واخدين مكان في المطبخ. والكوبايه دي طالعه جديده، جايبينها جديده، دايما الكاسات، لان هم بيعملوا يعني فاميلي مع بعض وبيبقوا قاعدين مع بعض فبيشربوا، فبتلاقوا الكاسات منتشره جدا، او الكوبايات بتاعت الواينز منتشره جدا في وقت الهولداي. طبعا حله دي برده حاجه عاديه موجوده، ده اللي انا عايزه اوريه لكم وموجود دايما في الكريسماس. الطقم ده السيتس، ده السيتس ده موجود، انا عندي منه، هم السنه دي صغروه شويه، احنا عندنا رصاصي وكحلي، ف عاملين سنه تركواز، ممكن نجيب التركواز، لا اللي انا هجيبه سي ده، ده اللي عاجبني. الطقم الابيض ده اللي عاجبني، 4 قطع ب $20، مش وحش.
وده سيرفيس تاني برضو بيجي عنده حاجات حلوه برضو، بس انا ما شفتش لسه بيجي السنه دي. السنه اللي كنت جايبه اكتر من طقم من بيجي ساعه لما كنا بنعزل يعني الديزرت والكلام ده. وده انا عايزه اوريكم الطقم المروسك الكبير كمان اللي هو هنا هيبقى نازل عليه $20 قريب، وده الاطباق. طب طبعا المروسك شكله يعني اتباع، اللي هو لما بيجي بتنسف بصراحه. والسكاكين بتعمل ريتشو هنا او يعني، وطقم الحلال، انا الحلال اللي هقول لكم عليه تشتروا الحلال، الحلال ده تشتريش حاجه غير ده. كيركلاند سيجنتشر ال 13 قطعه ولا 12 قطعه ب $120، ما تجيبش حاجه غير ده. يعني انا جبت ده فلوس على الفاضي وكان ب $200 واغلى، لا وبيتجرح، لا انما كاسكو احلى. جبت كمان يعني ما جبتش كاسكو ده، انا جبت البراندي، البراندي جبتها اللي هو الطقم ده ورجعتها، وجبت الطقم ده هو عندي في البيت، بس لا الايد بتسخن فما عجبنيش، وعاوز ان انا عملت حلقه عليهم قبل كده. وده كوبايات ومجات الشوربه والكلام ده. فده حلقه النهارده عن حاجه كاسكو في البيك ستاف. انا هوريكم كمان الـ الاجهزه، ده هنعملها حلقه ثانيه لوحدها عشان ما اطولش عليكم في الحلقات. وبس على كده، استنونا في حلقات ثانيه جايه كتير من هاني وماريان في بلاد الامريكان. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.